مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة أخبار صوت الساحل التونسية. تنقل فريق قناة صوت الساحل التونسي إلى مقر بلدية شط مريم التابعة لولاية سوسة في لقاء حصري مع رئيس البلدية المنتخب عن قائمة مستقلة سمير العذاري للتحدث عن أبرز البرامج الانتخابية للمجلس البلدي، والتي من أهمها ربط مدينة شط مريم بشبكة تطهير. المشاكل متاع شط مريم احنا كمواطنين نعرفها، وأباك علاش البرنامج الانتخابي متاعنا ارتكز على أنه نحاولوا قدر المستطاع أن نقسم المشاكل هذه. أهم المشاكل، والله أهم المشاكل هو أكثر مشكل يمكن أساسي، أنه أحداث بلدية شط مريم وخر برشة، وهذاك علاش معنا حجم المشاكل تراكم. بلدية شط مريم معنا تشهد في نمو ديموغرافي كبير ياسر، نعرفوا معنا وجهة سياحية. قداش فيها مساكن؟ والله هي حسب الإحصائيات، وديما هي من المشاكل في شط مريم أنه ما عندناش إحصائيات محاين. تنقلت قناة صوت الساحل التونسي لمنطقة رجيش التابعة لولاية المهدية لتسجيل تشكيات مواطني المنطقة من تفاقم الأضرار البيئية للمصبات البلدية العشوائية، والتي أثرت سلبا على الوضع البيئي والصحي والجمالي للمنطقة. المشكل الكبير اللي يعاني منه معناتها رجيشي الكل هو مصب معناتها الفضلات نتاع لينا، خاصة اني نسكن قريب، معناتها مش كان يعني ما قلقنيش برشا، معناتها فهمت البلاد الكل اني نسكن قريب، لكن حتى اللي في طرف البلاد هو يشم الريحة هذيك، خاصة مع وقت اللي تتحرق، وتعرف انت التأثير نتاع الريحة هذيك معناتها بكلها أمراض، معناتها أمراض سرطانية، وحتى في البلاد كي نشوفوا أمس بركة معناتها واحد توفى نتيجة الأمراض هذه. وكل معناتها خاصة لي متدي كل جمعة في كل فترة تسمع أنه واحد مرض بالأمراض الخبيثة هذه. التلوث البحري، التلوث متاع حرقان الزبلة، التلوث بيئي، الدنيا الكل خنقونا كل ليلة، صغارنا احنا ما عادش نجمون نتنفسوا أبرتير من 10:30 11 متاع الليل، حتى كي تحل الشبابك تتخنق تعاود تسكر، معناها اللي ما عنديش كليماتيزور في الدار يموت يتخنق، ولادنا مرضت، برشا أمراض سرطانية ظهرت في البلاد بصفة انكرويابل، العباد اللي ولات تموت عن طريق السرطان، ولا فما مرض الربو اللي هو ما كانش موجود في رجيش، السرعة، أمراض سرطانية غير عادية، صغارنا تبدأ بتتبش تخنق، حتى باش نخرجوا نتفرهدوا في الليل ما عاش النجمو. تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا تشكيات محلها تعرض الجزائريين في تونس إلى سوء المعاملة أو طردهم من الفنادق. وفي هذا الصدد قامت قناة صوت الساحل التونسي بالتنقل إلى كورنيش جوهرة الساحل للتعرف على أهم انطباعات السياح الجزائريين الذين حلوا في بلادنا لقضاء عطلتهم الصيفية. أخويا بالنسبة للسياحة هنا في تونس شيء معقول، معناها كان التماسات مع التراث، التماسات مع البيئة، ولكن كان شوية ضغوطات من ناحية الكراء تاع الويتي، الكراء الديار، هذا سمى الكراء هنا سمى برشا، كان شوية صورة زايدين. جينا لتونس لهنا يا الحق تاع ربي، قاموا بينا لي زوتيل ولا غير في القمة ما شاء الله يعطيهم الصحة، وهذه مش هي متاع الشعب التونسي بالطبع، ونزيدوا نولوا إن شاء الله المرة الجاية نولوا حتى تخلص الدنيا. تونس قبل خير، كنا لقينا راحتنا مليح، درك من تونس. تنقل فريق قناة صوت الساحل التونسي إلى مقر بلدية رجيش التابعة لولاية المهدية في لقاء حصري مع رئيس البلدية المنتخب عن قائمة مستقلة نور الدين كريفة للتحدث عن أبرز البرامج الانتخابية للمجلس البلدي وأهم المجالات التي تم التركيز عليها للنهوض بالجهة. في برنامجنا الانتخابي كقائمة اخدم بلادك ركزنا أول شيء على الجانب البيئي، ولكن رجيش ترزح تحت جملة من المشاكل، منها مشكلة ضعف الرصيد العقاري،
منها مشاكل التشغيل، منها مشاكل التنمية المستدامة اللي متوجدتش على مدة عشرات السنين في رجيش. المجلس هذا باش ينكب على كل هذه المشاكل اللي يتدارسها الواحدة تلو الأخرى، ونوعدوا الرجيشي احنا لن ندخر أي جهد في الدفاع على مصالحه. نفذ مؤخرا الإطار الطبي وشبه الطبي بقسم الاستعجالي بمستشفى نفيضة وقفة احتجاجية، وذلك على خلفية مطالبتهم بالتجهيزات المنقوصة، خاصة وأن قسم الاستعجالي يحتوي على سيارة إسعاف وحيدة. كما طالب المحتجون بحقوقهم المادية والمتمثلة في بعض المنح. في رصد لآراء المواطنين في السوق البلدي بقصيبة المديوني، تباينت الآراء حول أسعار الغلال والخضروات واللحوم والأسماك، حيث يرى البعض أنها في المتناول، في حين يرى البعض الآخر أنها أسعار مرتفعة وباهظة جدا. وفي هذا الصدد قامت قناة صوت الساحل بجولة في السوق البلدي بقصيبة المديوني لنقل صوت المواطنين. والله فريمو اني مواطن من الخارج. بالنسبه للجماعه هناك نقول لهم اخويا 3500 الكيلو دجاج ربي عينهم. والله غالي بالنسبه لي، من 2500 يطلع 3500 اخويا اش نقول لك غالي. بقلوتي 1800، شعباني ب 14، طماطم 700، طماطم 750، البطاطا العنب يخدم ب 18100، ب 17 البنان 3.5، القارص 3000 ما يسمىش غالي يا اختي. راه ما نجنوا طلع يطلع قدام اخي، ما راقبين الاسعار في الدبوات الخضره، راه طالع ب 2700 و2800 من بلاصتو هذاك. افادت المديره الجهويه للتجاره بالمنستير سهام المبروك بانه سيتم هذه السنه توفير 34000 اضحيه في الولايه، كما سيتم تركيز 4 نقاط بيع للاضاحي بالميزان راجعة بالنظر إلى مربين في ولاية المنستير، على غرار نقطة بيع في توزة على مستوى طريق جمال، إلى جانب سوق الدواب بالمكنين يوم الأربعاء وسوق الدواب بجمال يوم الجمعة. بالنسبة تعرفوا أنتم الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الفلاحة، يعني تقريبا فما 1,390,000 أضحية. الكميات هذه تفي بالحاجة باعتبار أنه استهلاكنا وحاجيات البلاد التونسية 900,000 رأس، دونك فما بالفاضل. والعدد هذا حسب زاد وزارة الفلاحة معناه هو فما تقريبا 15% مقارنة بالسنة الماضية. دونك بالنسبة لولاية المنستير احنا وبالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تقريبا عندنا أكثر من 34,000 بالنسبة لعدد الأضاحي. تعرفوا أنه إحنا كإدارة جهوية للتجارة بالمنستير، والموضوع هذا هو موضوع تداخل في الاختصاص بين عدة أطراف، التجارة والفلاحة والبياطرة، أيضا منظمة الدفاع عن المستهلك. في السياق هذا بكل إحنا فما فريق مشترك يوحد المجهودات متاعه، وإن شاء الله ديجا إحنا عنا توجمعتين من اللي بدينا نزوره في الأسواق، خاصة أسواق الدواب. عنا إحنا في ولاية المنستير عنا سوق الدواب بالمكنين كل نهار أربعة وسوق جمال نهار الجمعة. لحقيقة العرض متوفر، العرض كبير، الإقبال هو اللي ماهوش واخو النسق متاعه العادي لحد تاريخ الساعة هذه، يعني نشوفوا أنه النسق مازال دون المتوسط ودون المطلوب. انتظمت مؤخرا جلسة عمل بولاية المنستير لبحث سبل تعزيز المنظومة الأمنية بالمستشفيات وخاصة أقسام الاستعجالية، قصد الحد من العنف المسلط على الأطباء والإطارات شبه الطبية والعملاء والاعتداءات على الممتلكات العمومية بالمستشفيات. وقد اشتكى ممثلو نقابة الأساسية للمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير من الاعتداءات المتكررة، وطالبوا بضرورة دعم قسم الاستعجالي بالتواجد الأمني مع اقتراح أحداث مركز أمني قار بالمستشفى. احتفلت تونس يوم الاثنين الفارط بعيد المرأة الذي يتزامن مع الذكرى 62
لصدور مجلة الأحوال الشخصية والتي صدرت سنة 56 و900 و1000، وسنت قوانين للأسرة تحوي تغييرات جذرية، من أهمها منع تعدد الزوجات وسحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضا عن الزوج. وفي هذا الإطار انتقلت قناة صوت الساحل التونسي لشوارع سوسة لتعطي الكلمة للنساء حول مكانة المرأة التونسية. باش نحكي على المرأة التونسية، المرأة التونسية تبقى حرة، تبقى ديما متألقة ناجحة في جميع الميادين، كل سواء ميديسين، كل سواء انجينيوغا، كل سواء ديما المرأة التونسية ناجحة متألقة فرحانة. هذا ما يمنعش اللي فما برشا قوانين، معناها في تونس مكتوبة، جست مكتوبة قانون في الدستور أما ماهيش تطبق في الواقع كونفينابلومون. بمناسبة عيد المرأة اليوم نهني كل امرأة تونسية، نقولها كل عام وانت بخير، كل عام وانت أحلى امرأة تونسية. نحب نحكي على المرأة التونسية في تونس، احنا نحس رواحنا امرأة قوية لكن مضطهدة، المرأة من قبل الرجال مثلا. الرجل تحسه معناتها معمل على المرأة في كل شيء في تونس، أغلبية التونسة يأخذوا المرأة كاللي تخدم، يحبوا المرأة كاللي تخدم، ما تخدمش ما تلقاش حد باش تعاون، معناتها حتى كي تبدأ تعاون وكل يزيد معناتها الراجل يزيد عليها، يحب كل شيء تعملوه هي، كل شيء المصروف، ما عادش ينجم روحه وحده، فهمت؟ تحس المرأة التونسية هي نصف المجتمع. انتظمت مساء الثلاثاء الفارط بمنتزه الريحان بالزهور معتمدية حي الرياض بولاية سوسة تظاهرة ثقافية تحت شعار تراث جهتنا مصدر ثروتنا، وذلك تحت إشراف والي سوسة عادل شليوي. وتم تنظيم هذه التظاهرة بالتعاون مع جمعية البحوث والدراسات في ذاكرة سوسة وبعض الجمعيات والمنظمات ومكونات المجتمع المدني. اليوم هذه الاحتفال هذا معناتها منظمته معناتها بيت الرياض مع جمعية البحوث والدراسات في ذاكرة سوسة، معناتها بالتنسيق مع مختلف مكونات المجتمع المدني والإدارات الكلية، معناتها هاكم تشوفوا معناتها اليوم بهجة هي معناتها في إطار الاحتفال عيد المرأة، معناتها هذا داخل كله في إطار الاحتفال، فما معناتها ما معناتها شفتوا معناتها الأولاد صغار وكبار معناتها ورجال ونساء كلهم معناتها اليوم محتفلين. هو الحقيقة احنا حبينا جوستومون كما تقول انت نحلوا الشاهية مثل هذه التظاهرات وغيرها. اليوم سوف يتم إعلان عن بداية تأسيس جمعية خاصة بالمهرجان في معتمدية سوسة الرياض، الأنشطة تشمل الرياض والزهور على حد سواء، والجمعية هذه ماهوش مش يكون الهدف متاحها مجرد تأسيس لجمعية في خلال الصيف، الهدف متاحها أنه يكون ثم نشاط ثقافي طيلة السنة، أنه تكون ثم أنشطة خاصة بالجهة متاعنا في المستوى الموسيقي، في مستوى المسرح، في مستوى السينما. دونك إن شاء الله احنا تكون هذه بداية لثورة ثقافية عنا في المعتمدية متاعنا بقدرة ربي. في أخبار الرياضة، اقترحت هيئة النجم الرياضي الساحلي على الثنائي محمد أمين بن عمر ورامي البدوي إجراء بعض التعديلات على عقديهما من أجل إقناعهما بمواصلة التجربة مع الفريق إلى غاية الميركاتو الشتوي على الأقل. وعرضت هيئة رضا شرف الدين الترفيع في الامتيازات المالية للاعبين من أجل أن يعود للتركيز على العمل وتقديم الإضافة، مع تأجيل الحديث عن خوض تجربة جديدة إلى غاية نهاية المشاركة القارية. بأخبار الرياضة مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية هذا العرض الإخباري، دمتم في أمان الله.